طيب ايه الاجراءات اللي المفروض يتبعها المستفيد من القرار عشان يقدر ينهي اوراقه ويبتدي فعلا يستفيد من ان هو يبقى تحت مظله الحمايه الاجتماعيه؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه وده شيء مهم، وانا برجع تاني للمشروع القومي للتنميه البشريه، لانه المشروع القومي هو تكامل وتكافل وتناسق وتناغم كل الوزارات. فالنهارده تضم المجموعه الوزاريه للتنميه البشريه وزاره التضامن الاجتماعي هي اللي عندها حصر دقيق باعداد المستحقين لتكافل الكرامه. هو المواطن مش مطلوب منه حاجه، من خلال التنسيق والتكامل ما بين وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الصحه والسكان وهيئه التامين الصحي والمعاشات والتامينات، الهيئه العامه للمعاشات والتامينات، تم اعداد بالفعل القوائم المستحقين اللي بيتم ضخها في قاعده البيانات الخاصه بالتامين الصحي. والنهارده الحمد لله في ظل التحول الرقمي الكبير ومصر الرقميه، بقى المواطن مش محتاج يمسك ورقه ويروح من هنا لهنا، احنا قواعد البيانات بيتم توحيدها، الاسماء بتدخل في قواعد البيانات ببطاقه الرقم القومي، ثم لما يروح يتلقى الخدمه هيجد ان اسمه دخل في قواعد البيانات ويتعامل معها. واحنا هيبقى في تواصل ايضا من خلال وزاره التضامن الاجتماعي عشان تشرح للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامه ان هم دلوقتي بقوا يتمتعوا بخدمه التامين الصحي، وهيبدا اصدار الكارنيهات الخاصه بده، وكذلك الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه عشان تشرح للعماله غير المنتظمه المسجله في الهيئه انه ان هم اصبحوا جزء من منظومه التامين الصحي الحقيقي. طيب احنا كنا بنسمع عن قصه تكافل وكرامه، وشرحنا كتير من خلال هذا البرنامج ازاي ان انت تحصل على الكارنيه الخاص بيه وخلافه، وايضا قصه العماله غير المنتظمه لما اتكلمنا عن الجمعيات الخاصه او المنصه اللي عاملاها منظمات المجتمع المدني. ازاي احنا استفدنا من قاعده البيانات دي؟ ازاي نقدر نحدثها؟ ازاي حضراتكم في وزاره الصحه والسكان اشتغلتوا عليها؟ يعني اللي فاتوا ان هو ما سجلش يقدر يسجل ازاي ايضا؟ الحقيقه انه زي ما ذكرت الحاجتين، احنا بنرجع تاني للمشروع القومي للتنميه البشريه، اللي جزء من طريقه عمله هو ان كل الوزارات قاعده مع بعض من خلال مجموعه وزاريه يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه البشريه، بيعملوا اجتماعات دوريه وبيتم طرح القضايا دي. بقى مش انا النهارده في الصحه باخد رأي وابدا اشتغل عليه، لا، الحقيقه ان النهارده ده موضوع يمس التعليم، يمس العمل، يمس التضامن الاجتماعي، يمس الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه. القضيه بتطرح في وجود رؤساء والوزراء المسؤولين عن هذه الجهات، وبنبدا النهارده ما بقاش في بقى لا والله دي البيانات اللي عندي مش البيانات اللي عندك، بتتوحد قواعد البيانات، بيتم عمل قاعده بيانات موحده، بتتحرك وزاره التضامن الاجتماعي لضم مزيد من الفئات، الهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه بتتحرك لتدقيق العماله غير المنتظمه، كل ده بيصب في قاعده بيانات التامين الصحي. فانت بتتكلم على منظومه حكوميه متناغمه ومتناسقه من خلال مجموعه وزاريه متخصصه لخدمه الانسان المصري.